هي أحجار جزئية من محاجر الهرم من المنطقة الأثرية. لا جيت في الداخل، احنا في الداخل لكن احنا بنتكلم على الجوانب الخارجية الخارجية، حتى الحدد اللي فيها اختلاف درجة الحرارة الحجر اللي قدامنا نفس نوع الحجر اللي قدامنا. عشان كده احنا محتارين، المعتاد لو نوع الحجر مختلف لكن هل تركيبة الحجر، هل الاختلاف في مستوى السطح، لكن ما يبقاش بالشكل ده. كون فرق درجة الحرارة بهذا الشكل في المنطقة دي ولاقيها في المنطقة الشمالية في منطقة شبيهة التركيب بنفس الكتلة الحجرية ونفس درجة الحرارة ونفس فرق درجة الحرارة، ده بيوري إن في هنا حالة خاصة. إيه هي؟ ده اللي يبان معاك. The question أو حضرتك تقول له عشان أتعقب عليك.